دور السخن سوشيال ميديا اكسبرت، بدنا نحكي حول المعلومات الخاطئة او غير الدقيقة اللي انتشرت بالاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي ركزت اخيرا على موضوع زلزال الاناضول وجنوب تركيا وشمال سوريا. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. اهلا وسهلا فيكم. دوريس، في كثير اخبار بتهزنا وهالايام كثرت الاخبار. صح. بما انه عشنا الزلزال، خلينا نحكي شوي بقصه الزلزال. قد ايه على قد ما يمكن وقع الزلزال كلنا عشناه وحسينا فيه وكان قاسي ومخيف ومرعب علينا، قد ايه صار في رعب زياده، رعب زياده على كل شيء عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، من تكهنات، من بريدكشنز، من شو حيصير وشو ناطرنا وما بعرف شو. صحيح. هلا نحن هيك بنرجع نستذكر كورونا، كوفيد 19، كلنا صرنا حكمة وصرنا كلنا عنا تكهنات. ذات الشيء اللي هلا صار بوقت الزلزال، صدنلي كلنا صرنا نفهم بجيولوجيا، وصرنا نفهم ونحلل، وصرنا نعطي بريدكشنز على الكوارث الطبيعيه. على الكوارث الطبيعيه ما بعرف قد ايه مؤهلين، وصرنا نضخم ونقل الخبر اللي صار يتم، انه ما عم ننقل الخبر مثل ما هو، لا عم نزيد ونبهر، حتى في انه الناس اللي هي لازم تكون كريدبل صارت تزيد بهالخبر. ما بعرف انه شو كانت الغايه، بس ما كانت عم بتاثر على الناس. يعني نحن كلنا تأثرنا يمكن بطريقة غير مباشرة بالزلزال، وتأثرنا أكثر بالأخبار اللي كانت مفتعلة والأخبار اللي صارت تهول. إيفن ذو نحن بنعرف إنه الزلزال والهزات هي شيء طبيعي ولازم نتعايش معه، مثل ما بقول دكتور توني نمر، شيء لازم نتقبله، واقع نحن قاعدين على خط زلزال وهزات. فكانت غريبة هيدي الأخبار، بس ان كونتر بارتي في ناس كثير عالم واعيه وبتعرف وما بقى بينضحك عليها يعني بسهوله، ونحن عالم يعني مثقفين وشارين، قصدي شايفين وقاريين وبنعرف انه هيدا عم بيزيدها وهيدا غلط وهيدا غلط، وجربنا قد ما فينا عبر مواقعنا انه نوعي الناس ونقول لهم ما يخافوا من هيدا الشيء. بس ال 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 اللي عم بيتبنوا هول الاراء، في شيء اسمه فاكت تشيك، يعني نعرف اذا هيدا الشيء صحيح او لا قبل ما ننشره، قبل ما نحكي فيه. قديش هيدا الشيء مهم انه يصير على السوشيال ميديا، مش بس الشيء له علاقه بالزلزال، في يكون له علاقه بحي الله شيء بالحياه. صح. اول شيء بدي اقول لك شغله، بمجرد وقوع كارثه بهيدي الحجم، الناس ما كان عندها يمكن وقت تتنبش على هيدا الخبر او ترجع على السورس. وبدنا نتذكر نحن انه مش كل الناس معلمه، ومش كل الناس مثقفه وبتعرف انه هيدا اللي قال هيدا الخبر لازم انا روح دور عليه. فكان الاسهل للناس يمكن انها تفوت على التيك توك، تكون عم بتدور على اي شيء بس يمكن يريح نفسيتها، لانه نحن عم نحكي هون بحياه او موت، فيما يتعلق بحياتي، بحياه عائلتي، شو بدي اعمل. فهون بتوقف، يعني بتوقف الناس بدها حيلا نقطه انه بس تتطمن. فيمكن الناس ما كان عندها وقت. هون هلا بنرجع لكل خبر بخبره، يعني انا إيه بس يا ريت فينا كنا نرجع اول شيء على تيك توك، اللي اول خبر كنت عرضته اللي هو في سايت على التويتر، سوري مش على تيك توك، على تويتر، اللي هو فيريفايد. نحن بنعرف انه فرانك يعني مصدر موثوق. نعم، مصدر موثوق. اللي كان قايل فرانك انه رح يصير بهيدي الفتره في حدث رح يتم بهيدي الفتره، العالم الملاندي عم نحكي. اكزاكتلي. هو شو زاد عليه؟ زاد عليه بالشرق الاوسط، مع انه هو الزلمه ما قال شيء، ما حدد، وقال اي كانوت بريدكت. فانا ارفقت له مع التويت، ارفقت له الخبر المضبوط، وقلت له انه من وين جبت هاي الاخبار. فتخيلوا هيدا اللي هو لازم يكون كريدبل عم بيزيد على الناس
عم بيزيد عم بيهول الناس انه بالشرق الاوسط. طب ما الزلمه ما قال بتعرفي ليه ليجيب ريتويتات 100% ولايكس وانجيجمنت اكثر ليفعل حسابه زاد هالجمله 100%. حتى هون في عنا تويت ثاني كان عم بيقول انه هزي ضربت مصر اللي يعني انا طلعت ياه ما حدا قال فيها وكمان هيز فيريفايد. شوي ناس عم بتقله طب ما انا قاعده بالجيزه ما حسيت بهيدي الهزه وين صارت. على فكره يعني هلا بدنا ننتبه على قصه الفيريفيكيشن انه يو كان تكبسي على البلو تيك نعم بتقدري تعرفي اذا هيدا الانسان دافع تو بي فيريفايد او هي از فيريفايد باي تويتر. ايه بس الناس ما رح تعرف انه هيدي الشغله بس هيدي معلومه يعني خلص انه عم شوف الخبر. طب ما هن هودي فيريفايد ولازم يكونوا عم ينقلوا يعني الخبر مع القليلة. أنا أرجع مثلا على مصر على القليلة أرجع أنا على السايت اللي هو معترف عندهم وإنقل الحدث مثل ما هو. يعني إذا بتشوفوا التويتس إنه ثلاث أرباعهم ما صاروا وعم بيقولوا له من وين جبت هيدا الخبر؟ طب ما نحن ما عايشين ونحن بهيدي المنطقة وما حسينا بشيء. صح. ومثله مثله 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 إذا بتفوتوا على تويتر يعني انا كنت اول شيء فكر انه التيك توك هو الساحه اللي فيها هالاخبار واللي فيها الفيك نيوز. اتاري لا هذا شو اللي عم نشوفه دوريس كمان تويتر هيدا في حدا كمان حاطط انه شايفين ليهول العالم انه في طياره وعم بتشوف فوق تركيا والمنظر مخيف ومرعب. يعني كل الناس فيها تفوت على تويت وفيها ممكن تشوفها لتويت. بس هي الناس وقت اللي بتنقص دوريس تلقائيا بتصدق الاشياء وبتعمل بانيك او بالعكس بتروح بتتاكد. يعني في هي الناس هي الناس لانه اوريدي خايفه ومرعوبه صح بتصدق الخبر دغري يعني صح. بس على البانيك مفروض انه يعني ايه على البانيك الواحد يتقوى خلص دغري انت بتروحي تلقائيا يعني هيدا عم بقول هيدي الشغله ما انت يور ان ايموشنال بيرسون دغري بتتحرك مشاعرك. طيب شو الهدف دوريس؟ شو الهدف؟ يعني شو نحن هون يعملو؟ الهدف بتخيل انا انه يجيبوا مشاهدات ويصير عندهم ترند اكثر. يعني قد ايه بدها الواحد انه ينقل هالخبر بمصداقيه؟ قد ايه بدها؟ ليه انا بدي زيد وبهري عليه لهالخبر؟ بس هيدا السؤال. يعني الناس ناقصها انه اعصابها يعني انه ناقصها بعد تتوتر اكثر؟ هات لنروح نشوف على تيك توك شو صار. نعم بال بدنا نبلش اول شيء بالتيك توك على الفيك نيوز اللي كانت عم تنزل فيك نيوز والتهويل اللي كان عم بيصير وكلنا شفنا. يعني اذا بتفوتي وبتحطي بس زلزال هاشتاج زلزال واذا بتشوفي الفيديوز اللي كانوا على تيك توك يلا هات لنشوف يلا سمعتوا عنها او شفتوها اللي حصل في تركيا هي دي. واقول لكم ملاحظه صغيره جدا انت مش ملاحظ ان السحابه هتشوف زي ما هتشوفها دلوقتي كده موجوده في جو صافي تماما لا في سحب غيرها ولا حاجه خالص والجو عادي جدا. مش غريبه دي سحابه واحده تطلع بالشكل ده. شوف السماء حواليها عامله ازاي صافيه جدا الشمس طالعه والدنيا حلوه واخر تمام زي ما انتم شايفين هي لوحديها بالشكل ده. اتفضل في النهار وبالليل وفضلت موجوده بهذا سدود لم تكن السبب المباشر حتى ولو أنها ساعدت على وقوع الزلزال من ناحية جيولوجية. فالسدود التركية بلغت ذروتها وأصبحت من أكبر السدود في العالم من حيث المخزون. وهذه السدود بلغ مخزونها الاستراتيجي أكثر من 651 مليار متر مكعب من المياه. وهذه المياه تتسرب من خلال الشقوق والكسور والفواصل في الأرض فتنزل هذه المياه إلى الأحواض الجوفية. وتكون هذه الأحواض بطبيعة الحال مشبعة بالمياه وفي حال زادت المياه هذا يؤدي إلى تمددها وزيادة كمية الماء الذي تخزنه وأيضا تؤدي إلى عملية تمدد أو توسع للكسور الموجودة في الأحواض الجوفية وفي النهاية تؤدي إلى خلخلة أو تكسير لهذه الفوالق. وهذا ما حدث بالفعل. مع تلك النظريات ظهر الكثير من الروايات والتحليلات التي وصف بعضها بالعجيبة والبعض الآخر بمستحيلة التصديق. ففي النهاية إذا ما أثبتت الأيام اللي جاي إنه الزلزال اللي حصل في تركيا
هو بفعل فاعل وهو تفجير نووي عند الشواطئ التركية في كهرمان طول ما كان. هذا الزلزال فعل فاعل ضد تركيا، اجتمعت عليه كل الدول اللي أغلقت سفاراتها قبل أيام في إسطنبول. أوكي، هلأ اللي شفناه في كتار كتار نحكى عنه، هيدي الغيمة اللي فوق تركيا نحكى كتير عنها، القصة أنه الأمريكان لهم علاقة بانفجار بجوف الأرض كمان نحكى عنهم. هلأ هول القصة الانفجار أو لا، honestly ما فينا نعرف إذا مزبوط أو لا، يعني 100% ما فينا نعرف إذا كانت القصة إيه. اللي منعرف أنه صار زلزال والصفائح أكيد اتحركت، ليصير زلزال هيك بده يصير، يعني ما صحيح. في حل تاني 100%. بس نحن هلأ نحن ما بدنا نحلل، لأنه نحن دايما في عنا الكونسبيرسي ثيوري اللي نحن لا منقدر لا نأكد ولا منقدر ننفي، بس نحن ما بدنا نزيد تهويل الأخبار. يعني نحن منا علماء، ومثلا أنا وإمتي وإمتي ما رح نجي نكب خبر إنه يي هيدي كونسبيرسي ونحن بدهم يقتلونا، ما رح نعمل هيك. صحيح. بس الناس اللي عم تعمل هيك شو السبب؟ أكيد في عندهم شيء بالسايكولوجي تبعهم they want to show، أو في أسباب سياسية. 100% يعني نحن عم نهول الناس بطريقة، والناس مش كلها بتعرف تفرق، ومش كلها رح تكون إنه ضليعة إنه لا هيدا الخبر إنه لازم أنا أفكر فيه، لازم أنا أحلله. تحليلاتي مني لحالي، بس الدواي اللي بصفولك إياها وبيعطوك references وبيحطوا credibility للخبر تبعهم مخيفة، توقعات علمية غير صحيحة. ما هيدا اللي خوف أكثر. مخيفة مخيفة. يعني حتى طلع كذا حدا من العلماء قالوا نحنا ما فينا نتنبأ this is one، وإنه الزلزال كان طبيعي. هلأ نحنا whether نحنا we believe in science or not or we are 100 sure of science or not، هيدا بيرجع لنا لإلنا. بس في حد أدنى من نحنا من الثقة بالعلم، وإلا نحنا إذا ما كان عنا هيدا الحد الأدنى بالعلم ما عدنا نوثق بشيء. ومن الوعي يعني 100%. دوريس عم نحكي بشيء ما حدا قادر يتحكم فيه، يعني exactly common sense 100%. صح. يعني إذا منرجع لورا، إذا بتتذكر وقت كوفيد في كان عنا شريحة من العالم اللي كانت معارضة الفاكسان، وفي شريحة كانت مع الفاكسان. أوكي، بس هيدا يعني رأي شخصي. يعني أنا ما بدي الفاكسان ما أخده، بس ما أني طلع إنه conspiracy whatever was happening أنا ما إلي علاقة، هيدا رأي لإلي. بس أنا ما بدي هول ولا بدي طلع إنه conspiracy ولا بدي طلع إنه هيدي نهاية العالم، لأنه نهاية العالم مش بإيدي أنا، هيدا بإيد ربنا، ولا بإيد مين ما عم بيتحكم. إذا كان في حدا عم بيتحكم بالعالم، في بالنهاية رب، وفي حدا خلق هالكون اللي هو إنه قادر إنه يوقف كل شيء. فهون بترجع يمكن على نفسية الإنسان والبليف تبعه، قدي هو بيأمن قدي هو ما بيأمن. بس نحن ما ضروري نحط مثل ما بيقولوا الزيت على النار. بس هلا دوريس، ان بدنا او ما بدنا، صح، مع كل شيء صار، مع كل شيء قريناه وشفناه ووصلنا من فيديوز من شير، قديه اثروا على عقول ونفسيات العالم بالمجتمعات يلي نحن فيها؟ اكيد اكيد اثروا، لان اذا انا كنت حدا انا اللي انا بطلع على الكريديبيليتي تبع الخبر، اول ما طلع الزلزال اتاثرت كثير، وصرت عم بتطلع بدون ما فكر على السوشيال ميديا وانجريت. فكيف الإنسان اللي ما عنده خبرة بهيدي الأشياء لو صلت لمحل إنه بدل ما أنا اتطلع عليهم وصدق، لا رجعت للكومن سنس تبعي إنه لا أنا بدي انتبه، فقعدت هلأ هون هلأ بقعد بتطلع عليهم وبتضحك. طيب أنت ليش عم بتنزل هيك؟ هيك صرت بس إنه قاعدي عم بتسلى فيهم على تويتر على تيك توك، قاعدي بس تتسلى وشوف مين عم بينزل أكتر فيك.
وصدقوني it's not going to stop. يعني حتى فرانك whether إنه معه حق ولا ما معه حق، إذا نحن منصدقه ولا ما منصدقه ما رح يوقف، ما وقفت. نحن هلأ كلنا بتخيل كل الناس ناطرة 6-7-8 شو بده يصير من بعدها. لا ما رح يوقف، لأنه هو يمكن باعتباراته عنده هو نظرية وبده يوضحها للعالم، بده الناس تعترف بالنظرية اللي هو عم يخترعها. أوكي نحن منعرف إنه علم الجيولوجيا هني عم بيعرضوه، بس هو بده إنه يوضح إنه هيدي يمكن الميثودولوجي اللي هو عم يستخدمها إنه معه حق فيها. فأنا اللي بتوقع إنه لا، يمكن الجمعة الجاي رح نشوف فيديوز لإله، لأنه تأثير هالأشياء دورس خطر على مين أكتر شيء؟ على التينيجرز اللي أكتر شيء بيقضوا وقتهم؟ لا هي خطر علينا كلنا، كلنا كلنا، لأنه هن التينيجرز ما هن ما رح ينهزوا بقدر الأهل اللي هن خايفين على أولادهم وخايفين على حياتهم وشو بدهم يعملوا ببيتهم وين بدهم يروحوا وين بدهم يجوا. التينيجر إنه عايش، ما هو همه على أهله، بس هي هيدي الشغلة خطر علينا كلنا. ويمكن الأفضل أفضل سوليوشن إن نخفف نستعمل السوشيال ميديا. هيدا يمكن ممكن إذا هيدا الشيء خلق عنا كتير تساؤلات وفتنا بحبشنا. مزبوط. بيصير في عنا ثقافة زيادة. فينا يعني نبحبش. في ببعض الأوقات نقول إنه في من وراها استفادة. 100% فينا نبحبش، بس نعرف من وين بدنا نطلع السورس، وين بدنا نطلع، عند مين بدنا نسأل، مين بدنا نستشير. مش إنه حيلا حدا هو صار فهمان، ومش حيلا حدا إنه حكي إنه نحنا لازم ناخد برأيه. لا، في ناس اللي هي فهمانة، فينا نطلع على السايتات اللي هني معترف فيهم كأنه عنا بلبنان، كأنه دوليا، فينا نطلع وناخد الخبر مثل ما هو. كمان نحكى كتير ليتلي عن الكائنات الفضائية. صح. اللي شافوا أجسام غريبة أصلاً بأمريكا، كل عمرهم بيحكوا عن الأجسام الغريبة. وبكندا كمان، بالصين كمان، يعني قرروا الإيليانز بهالفترة كلهم يظهروا بنفس الوقت، ما بعرف سبحان ليه. سبحان الله، هيدي الفترة كل شيء قرر يظهر. قرروا كلهم يطلع. هلا إذا في إيليانز يعني وحابين يعني أهلا وسهلا فيهم، يجوا يتفضلوا نتعلم منهم. أكيد. صح. ما مش مشكل، بس كمان ما هي الفكرة، بس تحطيها براسك بتصير تشوفيها، حتى لو هي غير شيء بتصير تشوفي الفكرة، يعني بتعملي projection للفكرة اللي براسك على شو عم بتشوفي، بتصير تشوفي اللي انت بدك تشوفيه. هيك بيصير الإنسان. في فيديوهات لل نحن أنا كنت حطيت فيديوهات بيمرقوا. أوكي أوكي، هلأ منشوفهم بسياق الحديث. كمان هيدا الشيء كمان خلق تساؤلات كتير عند العالم، إنه كان بعد ناقص الأليينز يجوا على الأرض من بعد ما عشنا كل شيء، يعني حروب وانفجارات وتفجير 4 آب ووباء وزلزال. صح. بعد في الأليينز. لا. والديناصورات. والديناصورات. لأن كنا ناطرينهم. أوكي. هلا نحنا كنا عم نشوف إنه هيدي الظواهر الغريبة. لأن الديناصورات، لأنه قدرنا. نضاين يعني. إيه وكبنا وضيمنا يعني. صحيح. بعدنا واقفين على جرينا. صحيح. يعني نحنا اللي عم نواكبه بعصرنا، يمكن جدود جدودنا ما عيشوا كل هيدي الأحداث. كلها يمكن ما بقى يعني حدا يعطينا هيك يعمل علينا بريشر، خلص. بزيادة. ما بقى في إلنا حدا مش عايشين اللي نحن عايشينه. مزبوط. تغير جيلنا عاش كل شيء. هيدا جديد هيدا الفيديو، هيدا الأحدث شيء. بس هيدا فيه ينعمل فوتوشوب يعني. مزبوط. كله بينعمل فوتوشوب. ما بدأ شيء يعني القصة. كله بينعمل فيديو إديتينج عادي. ايه عادي عادي. بيبين فري ريل يعني. صح. ما في لحديت هلا انه شيء تاكد انه يبينوا الالينز وينهم، طالما انهم شافوا هدول الالينز. ما راحوا شافون، ما راحوا عملوا اختبارات على هالصحون اللي بينت. طب وينهم؟ بس السؤال هو ليش خايفين منهم؟ بس يجوا الالينز هن بيعملوا اختبارات علينا مش نحن. نحن كثير متخوفين. هلا هن يجوا ما عليهم، خلص ما عليهم. طيب اوكي اوكي اوكي. طيب. بس هي يعني هيدي نسبة الفيديوز تبع الإيليانز والظواهر الغريبة، يمكن بتخيل إنه حتى في ناس نكشت فيديوز عمرها آلاف السنين تتحطها هلأ. عن جد في ناس نكشت أشياء من آلاف السنين
ليه؟ شو في؟ دوريس سخن، بدنا نشكر وجودك معنا وشكرا على التوضيح، ويعني بدنا ننشر الوعي قد ما فينا. بدنا نقول لك يعطيك العافيه واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك.